أين النصارى؟ أين المسيحيين؟ طبعا أعتقد أنه الاستهداف بهذا الشكل الطائفي وأيضا الاستهداف للمصريين تحديدا عمليات القتل الجماعي لا نسمع عنها كثيرا إلا للمصريين. عملية الإعدام أخذت بعدا طائفيا، هنحاول نشوف إيه التفاصيل التانية. هعود بس للأنبا بخوم أسقف سوهاج. أنبا بخوم أهلا بيك تاني مجددا. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل، وخليني ناخد المعلومات من قبل ما أكمل مع حضرتك من الأستاذ عوني. عوني يا جماعة، أستاذ عوني، عوني صديق بباوي أخو طلعت الذي أعدم أيضا ضمن المصريين السبعة لأنه هم نفذوا عليهم عملية إعدام بالقتل في الرأس. أستاذ عوني أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. ربنا يصبركم جميعا المصاب المصريين كلهم يعني. الله يخليك. قل لي أخوك طلعت أولا كان سافر ليبيا إمتى؟ ممكن عدى سنة كده بيه. من سنة كان بيشتغل إيه هناك؟ شغالين في مجال المعمار مع أولاد وحاجات زي كده يعني. طيب السكن اللي هم اتاخدوا منه ده هو ده السكن بتاعه اللي بيسكن فيه؟ هو نظام ليبيا كده يا استاذ وائل. طب كان قاعد فين؟ كده سكن تحت الانشاء كده بياخدوه وبيقعدوا فيه يعني. مساكن تحت الانشاء كانت فين؟ في ليبيا في بنغازي. في بنغازي. طيب قول لي الحادث، المعلومات اللي جات لكم يعني. كان معانا الاستاذ مالك الشريف منذ قليل صحفي ليبي وقال لنا كيف تم تنفيذ المذبحه يعني. هل جالكم معلومات كيف قتل شقيقك؟ هو استاذ وائل، هو احنا هنعرف بس هو المعلومات اللي متاحه لينا انه طبعا ان هم بعد ما خدوهم خلاص ما نعرفش حاجه تانية يعني. خدوهم من المكان يعني؟ بعد ما خدوهم من المكان طبعا احنا نعرف معلومات تانية منين. بعد كده حاولوا الاتصال عليهم وعرفوا انهم اتخطفوا والكلام ده هو. طب انت كلمت طلعت اخوك المكالمه الاخيره معاك وكان امتى مع العيله كلها يعني؟ لا طلعت كان اتكلم من حوالي 3 4 ايام كده، كان كلم خالي من في الصعيد. طيب ما كانوش حاسين بالاجواء دي بالتهديدات دي انت عارف؟ لا يا استاذ وائل خالص خالص خالص، بس اكيد حد يعني اكيد في معلومات لانه ممكن يكون حد مبيت على الموضوع ده هو يعني، فاهم ازاي؟ يعني ممكن يكون الموضوع ده مترتب كده ما نعرفش حاجه لسه. طيب انتوا طلعت كمان له قرايب ماتوا في من ضمن السبعه؟ كلهم قرايبنا يا استاذ وائل. يعني كلهم عيله واحده؟ كلهم عيله واحده. كلهم عيله واحده، يعني حددوا مكانهم ان في مسيحيين ساكنين هنا؟ بالظبط يا استاذ وائل. طيب هو لما دخل سأل في مسيحيين ساكنين هنا واللي هم الملثمين دول واخدهم ومشي ونفذ ال طيب صلعت الجسامين. الجسامين دلوقتي اللي يعتبر خالصه في ليبيا، واخد بالك؟ بس الفكره دلوقتي ان احنا يعني عايزين ناكد انه في حد لما توصل الطياره بتاعت مصر للطيران هنا مش هتشيلهم توصلهم الصعيد، عشان مصر للطيران ما بتروحش الصعيد، فلو طياره عسكريه او اي طياره توصلهم سوهاج يبقى افضل طبعا عشان نلحق ندفنهم بكره قبل الجثث ما تتحلل حوالي 3 4 ايام يعني. ربنا يصبرك. انا سامع اصوات الصراخ والنحيب عندك يعني، اعتقد انها يعني يجب ان تكون موجوده في كل بيت. احنا شارع كله كده كله مسيحيين، كل بيت فيه صراخ ده تسكت دي على طول تكمل، مفيش ما بيناموش خلاص الحزن يعني كفايه اللي احنا فيه، فيا ريت يخلصونا بس الجسامين توصل البلد تدفن بكره، مش نطالب اكتر من كده وده حقنا اكيد يعني. طبعا ان شاء الله يعني الحكومه اللي فشلت في حمايه الناس يعني مش ممكن كمان هتفشل في انها تنقل الجسامين يعني، او الدوله ده بسيط يعني، ده احنا مش عايزين اكتر من كده. طيب استاذ طلعت ربنا يصبركم
البقاء لله، ربنا يصبركم. يعني تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم عائلته الصبر والسلوان، هم كل كل الذين قتلوا في هذه المذبحة الوحشية. طيب أعود للأنبا بخوم. أنبا بخوم أرحب بك مجددا وأسألك. أهلا أستاذ واعز، أهلا بحضرتك. يعني ما من الواضح أنه الغضب في مصر كمان يعني اكتسب بعدا طائفيا. صحيح الغضب عند كل المصريين، بس بدأ البعض يأخذ الغضب في اتجاه مسيحي وأنه ذبح المسيحيين في ليبيا. نعم حدث ذلك، لكن أنا بعتقد أنه بمثابة إعدام للمصريين، هم تم إعدامهم لأنهم مصريون أولا، ثانيا للبعد الطائفي عند القتلة أنهم مسيحيون. هل تتعاملون مع المذبحة بهذا الشكل؟ طبعا هو حضرتك يعني أولا يعني عايز أقول لحضرتك أنه دماء المصريين غالية، ما فيهاش رخيصة يعني علينا كلنا. والإخوة دولت السبعة هم أولا مصريين ومن شباب مصر، ويعني ما نقدرش إن احنا نفصل بين مسلم وبين مسيحي، كلنا واخدين الجنسية المصرية وكلنا بننتمي لهذا الوطن الحبيب اللي احنا بنعيش على أرضه وبنتمتع بسماه وبخيراته. فهم أولا مصريين وغاليين على المصريين كلهم، وعلشان كده الحزن ما هوش بس المسيحيين هم الحزانة. يعني عايز أقول لحضرتك أنه سوهاج كلها حزينة النهاردة على هذا الحدث، وناس كتير من إخواتنا المسلمين بيتصلوا بيا وبيعزوني وكلنا أسرة واحدة. طيب طبعا ال 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 القتلى كلهم من سوهاج؟ من سوهاج، من قريه تبع مركز المراغه اسمها فزاره، وهم عددهم سبعه، وتقريبا يعني من اسره واحده او من عيله واحده كلهم. من عيله واحده. الاعمار بتاعتهم بتتراوح بين يعني كلهم شباب. أنبا بخوم بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر. ما فيش شك ان اللي حصل طبعا للمصريين في ليبيا لابد ان نتعامل معه بقوه وحزم. صحيح هيقولوا انه ليبيا نفسها مهدده من قبل تنظيم القاعده اللي اختطف ليبيا ويحاول ان يختطف ليبيا بشكل كبير ومكثف، لكن الحقيقه كمان انا لازم اتعامل مع القضيه بما يعنينا كمصريين، لانه هذه الحوادث كان لها مقدمات سابقه. ناقشنا ما يتعرض له المسيحيون في ليبيا أكثر من مرة، أيضا ما يتعرض له المصريون في ليبيا. هعود تاني للأستاذ مالك الشريف. أستاذ مالك، يعني خليني أسألك بدقة، يعني هل في نعرة ضد المصريين تحديدا من قبل التنظيمات المتطرفة ربما لتحالفهم مع جماعة الإخوان؟ يعني هل يمكن أن هذه المذابح يكون لها صلة أيضا بأنه هذه الجماعات المتطرفة يعني ربما تنتقم من المصريين لأنهم استعادوا ثورتهم ولأنهم تخلصوا من طيار الإخوان الذي كان يحكم؟ هل يمكن لهذه الحوادث أن تكون لها صلة بذلك؟ شفت استاذ وائل، في البدايه النعره ليست من الشعب الليبي او من عامه الشعب الليبي. للتوضيح ربما تكون هناك نعره من الجماعات الاسلاميه المتطرفه مثل تنظيم القاعده، مثل جماعه انصار الشريعه، او تنظيم الاخوان المسلمين الذي يسمي ثوره 30 من يوليو يسميها بالانقلاب. وتحدثوا حتى اصدر حزب العداله والبناء وهو الحزب السياسي لجماعه الاخوان المسلمين عندما قامت ثوره 30 يوليو في مصر اصدر بيان رسمي أسماها بالانقلاب. أيضا استنكر هذا الحزب زيارة السيد علي زيدان لمصر، وعندما التقى بالمشير عبد الفتاح السيسي استنكر هذا الحزب زيارة السيد علي زيدان، وذكر السيد علي زيدان هذا الحديث في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة. قال أن جماعة الأخوان المسلمين تستنكر زيارتي لمصر والمقابلة مع المشير عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. لا نستبعد هذا نسميه
هذا الزواج بين جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة أو الجماعات الإسلامية مثل جماعة أنصار الشريعة أو جماعة الليبية المقاتلة التي تسيطر على مدينة طرابلس بشكل واضح. تنظيم القاعدة يسيطر على بشكل 70% يقولنا على مدينة بنغازي، بشكل 100% على مدينة سرت وعلى مدينة درنة. أيضا انتقل هذا التيار أو هذا التنظيم إلى مدن الغرب الليبي ومدن الشرق الليبي بشكل واضح. ولكن للأسف هنا أتحدث أنا بشخصيتي أنا، ولكن الدولة لا تعترف بهذه المسميات، تقول أنهم هؤلاء أبناءنا، أنهم هؤلاء ليبيون، أنهم هؤلاء هم من شارك في الثورة، هؤلاء هم من كانوا يقاتلون نظام القذافي. لكن لا نسكت على هذه الأخطاء مهما كان مصريين، مسيحيين، مسلمين، مهما كان نحن لا نسمح بوجود هذه الجماعات التي تتسبب في التوتر الأمني والتوتر السياسي والتوتر الاجتماعي بين ليبيا ومصر أو بين ليبيا وتونس أو أي بين ليبيا وأي دولة أخرى. لكن إذا كان هذا التنظيم متواجد في ليبيا، لا أستبعد أن تحدث هذه الكوارث من جديد مع المصريين، مع اللبنانيين، مع العراقيين، مع الأردنيين، مع أي جنسية كانت. لا أستبعد هذه الأحداث من جديد. هناك مواطنون ليبيين يقتلون لرفضهم لهذه الجماعات، يا ما بالك إذا كان مصري أو أردني أو أي جنسية أخرى. أستاذ مالك الشريف، بتوجه لك بالشكر، ألف شكر. أستاذ ميلاد رزق، وهو أيضا من أقارب الذين قتلوا في عملية الإعدام الجماعية للمصريين في ليبيا. أستاذ ميلاد، أهلا بيك. والبقاء لله، ربنا يصبركم جميعا. يعني يعني المعلومات اللي جات لكم عن الحادث، كيف تم ذبح المصريين؟ عجلنا الخبر على غفلة، ما حدش درب أي حاجة، لم وصل عندنا الخبر في التلفونات، بس أكتر وقال يعني بس. لا أنا عايز، أنا آسف شوية، أنا عارف إن أنت في حالة حزن شديدة، لكن نحاول نعلي الصوت شوية. ما أنا أقول لك الخبر اللي ما حدش درب غير لما جانا بالليل، ما حدش قال لنا دلوش ولا ما جانا الخبر، بس أكتر وقال لي اتنشر على التلفزيونات وجيه الترينبي. وجماعتنا بقيت جماعة يعني أخويا ووالد خالي الثاني ووالد عمته كلهم اتصلوا بينا قالنا كذا وكذا وكذا بس. أنت عندك كم قريب في اللي ماتوا؟ عندي والد خالي اثنين، وهو يعني هم كلهم عيلة واحدة، يعني من عيلة واحدة كلنا، ولد عم كلهم عيلة واحدة، كلهم احنا السبعة كلها عيلة واحدة يعني. هل اتكلمت مع حد من القتلى قبل العملية بساعات قبل القتل؟ هل حد منهم كلم العيلة؟ هل كان عندهم مخاوف من هذا الجو؟ لا ما فيش أي حاجة، قبل القتل ما فيش أي حاجة، كل يوم أكلمهم يعني ما فيش أي حاجة معاه. طيب في يوم واحد كان حاجز أساس معاه قامة وحاجز لازم اسمه هاني، حاجز قامة والأسبوع ما جيش حاجيبه طيارة عربية، وكان حاجز في الطيارة خفا. أستاذ ميلاد رزق، ألف شكر. السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج. سيد سفير، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك سيد سفير. الحقيقة عملية الإعدام الجماعية للمصريين أثارت غضب الجميع، وبدأ البعض يقول لماذا لا يحدث ذلك إلا للمصريين بهذا الشكل الجماعي، خاصة أن الذين قتلوهم استهدفوهم لأنهم مصريون مسيحيون. هل وصلتكم أي معلومات تتعلق بالمذبحة وبمن نفذها؟ يعني أولا في البداية يعني أود أن أتقدم بخالص العزاء لأسر هؤلاء المصريين الأبرياء، وأؤكد يعني الإدانة والاستنكار الكامل لهذه الجريمة البشعة، وأشير أيضا إلى تصريح السيد رئيس الوزراء الليبي واتصال السيد وزير الخارجية الليبي بالسيد وزير الخارجية الوزير نبيل فهمي، وإدانته واستنكاره الكامل لهذه الجريمة البشعة. ونحن نتطلع إلى أن يقوم الجانب الليبي بإنهاء التحقيقات في أسرع وقت، وموافتنا بملابسات الحادث، والأهم من ذلك القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة. أفادني السفير الليبي أن النائب العام الليبي شخصيا يتابع التحقيقات في هذا الحادث البشع، ونتطلع يعني في أقرب فرصة أن يتم إعلان نتائج التحقيقات،
وموافاتنا بها. ما يهمنا الآن هو سرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين واتخاذ كافة الترتيبات في هذا الشأن، والحمد لله تم اتخاذ كل الترتيبات لتعود بإذن الله إلى أرض الوطن ظهر غد إن شاء الله. جالكم معلومات أيضا يعني كان معي الأستاذ مالك الشريف صحفي من ليبيا وقال إنه تم إعدامهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم جميعا، هل جالكم إنه كيف تم قتلهم يعني تقارير شرعية مبدئية؟ هو يعني لم يأتي لنا تقارير رسمية من الجانب الليبي، إنما هذه هي الحالة التي وجدت عليها السلطات الليبية كثامين هؤلاء الشهداء الأبرياء أنهم كانوا مقيدين ويعني أطلق الرصاص عليهم بالفعل. وبالتأكيد يعني هذه جريمة بشعة ولا بد أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة، إنما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن ذلك، وتواصل السلطات الليبية وبشكل مكثف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب هؤلاء الجناة والقبض عليهم والإعلان في أسرع وقت عن ذلك. طيب سيد سفير، مش شايف حضرتك أنه لهجتنا هادئة لا تتناسب مع دموية المذبحة، همجية المذبحة، وحشية الإعدام؟ يعني اللهجة المصرية هادئة ربما تشجع البعض على اقتل المصري، لا أحد يغضب له، لا أحد يحميه، لا أحد يساعده. لا، هي الحقيقة هي يعني نحن نشجب ونستنكر بأقصى ما هو يعني احنا بنشجب دايما يا سيد سفير، احنا بنشجب دايما. هذا عمل إجرامي ولا يمكن التسامح بشأنه على الإطلاق، إنما لابد أن يعني نستمع من الجانب الليبي رسميا عن نتائج التحقيقات وما يقوم به من إجراءات في الوقت الحالي. عندما ننظر يعني أنا أستنى نتائج تحقيقات الليبي سيادة السفير، رئيس الوزراء وإدانة المسؤولين الليبيين يعني على كافة المستويات لهذا الحادث الغادر. سيادة السفير أنا أستنى نتائج التحقيقات. لما قبض على الشيخ شعبان هدية هنا في مصر وهو أحد الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في ليبيا، قاموا باختطاف دبلوماسيين مصريين ولم يطلقوا سراحهم إلا بعد أن أطلقنا سراح شعبان هدية، وفي نفس الوقت يعني هم يستطيعون ونحن لا نستطيع، يعني لا نفعل شيئا. أنا بشجب وأندد ومستني نتائج.